السلام عليكم مشاهدي ومستمعي قناة الريان في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي الصباح رباح. كما عودناكم حلقة اليوم نطرح فيها مواضيع مميزة مع ضيفات مميزات، وجديد اليوم راح يكون من فقرتنا الثقافية مع من مجمع عبد الله الأنصاري مع نديبنا عبد الرحمن المري، كما ستكون لنا وقفة صحية مع زميلتنا مريم المنصور اللي راح تعرفنا أكثر على أمراض العيون، وطبعا ما ننسى وقفتنا اليومية مع عرض لمقتطفاتنا اليومية من الجرائد الصادرة صباح اليوم، وعلوم الجو وضيفات الاستديو اللي جاينا من مركز نوماس. حيا الله الجميع معنا. بدايتنا راح تكون مع فقرتنا الصحية مع مريم المنصور اللي راح تعرفنا أكثر على طب وجراحة العيون مع الدكتورة زكية الأنصاري. حياك الله يا أختي مريم. حياكم الله مشاهدينا، صبحكم الله بالخير. النظر نعمة كبيرة ما نقدر نقدرها، والعيون عضو أساسي في الجسم مثل باقي الأعضاء. عشان كذا احنا اليوم راح نتكلم عن أمراض العيون وأعراض هذه الأمراض، وراح نتكلم عن الأمراض الكبار وأمراض الصغار مع الدكتورة زكية الأنصاري أخصائية طب وجراحة عيون في مستشفى حمد العام. حياك الله دكتورة. يا هلا، مرحبا فيكم، صباح النور. دكتورة كلمينا بداية عن أمراض العيون بشكل عام اللي تصيد الناس جميع الفصول. طبعا أمراض العيون كثيرة، أكثر الأمراض شيوعا عندنا المياه البيضاء. من أعراضها أن يكون المريض يشكي من ضعف تدريجي في النظر، علاجه يكون عن طريق التدخل الجراحي. المرض الثاني وهو من الأمراض الأكثر شيوعا المياه الزرقاء أو ما يسمى بالجلوكوما. في منا عدة أنواع، ذو الزاوية المفتوحة والزاوية المغلقة، على حسب النوع يكون عندنا تكون الأعراض مختلفة. العلاج بالقطرات أو التدخل الجراحي أو بالليزر. وأيضا عندنا مرض اعتلال الشبكية السكري، هو ناتج عن مرض السكر. دائما المرضى السكر لازم يفحصون بشكل دوري عشان نعرف المرحلة اللي وصل لها المرض ويتلقى العلاج اللازم. هذه شيء عندنا دكتورة في الدوحة بشكل كبير؟ نعم. والعدسات دكتورة اللي يلبس عدسات في هالفترة أكيد بتصيد هالميكروبات وهالأشياء. طبعا العدسات، مستخدمي العدسات مهم أن هما يحافظون على نظافة العدسات، لازم يريحون العين من العدسات، عدم استخدامها لفترات أو ساعات طويلة في اليوم، يجب عدم النوم بها، عدم السباحة بها، ويفضل باستخدام القطرات المرطبة اللي خالية من المواد الحافظة خاصة في وقت الصيف. طيب دكتورة شنو هي الأعراض اللي تخلينا نزور طبيب العيون بشكل فوري؟ من أهم الأعراض وأعراض تعتبر خطرة يجب فورا زيارة الطبيب أن ضعف مفاجئ في النظر، هاي أول شيء. أو عندنا ممكن المريض يشعر بستارة سوداء أمام مجال الرؤية، ألم مفاجئ في العين مع صداع مع غثيان مع احمرار في العين، الرؤية المزدوجة، وجود هالات أمام الضوء، لازم فورا المريض. وهذه الأشياء دكتورة تصير فجأة؟ ممكن في أعراض تحدث فجأة. طيب دكتورة أبرز الأمراض اللي تصيد اليهال الأطفال. بالنسبة للأطفال من أهم الأمراض انسداد القنوات الدمعية. بالنسبة للانسداد يكون أكثر أعراضه هو إفراز دموع بشكل زايد. العلاج يكون عن طريق القطرات إذا كان في التهابات، أو عن طريق المساج، مهم المساج في حالات انسداد الدموع. في عمر السنة ممكن المريض يتعافى، في حالات يطول عندهم نضطر نلجأ جراحيا. وفي عندنا من الأمراض المهمة في الأطفال الحول. على الأهل إذا في حال ملاحظة أي حركة غريبة في العين أو حركة العين بشكل مش طبيعي، يجب عليهم زيارة الطبيب للكشف المبكر عن الحول، لأن إذا تركناه بدون أي علاج ممكن ينتج عن العين الكسولة اللي هي ناتجة عن ضعف الأبصار في العين اللي فيها الحول. طيب دكتورة عندنا جهاز، إيش رايك تفحصيني؟ بما أنه موجود الجهاز وأنا محتاجة فحص. نقعد مشاهدينا، هذا جهاز دكتورة الحين راح تفحصني. جهاز شنو بدأته؟ هاي الجهاز من خلاله نفحص العين فحص كامل.
مهم الفحص الدوري للعين بالنسبة للمرضى اللي يعانون من أمراض في العين، وأيضا المرضى الذين لا يعانون من أي أمراض في العين، لأن من خلال الفحص ممكن إحنا نصل إلى مرض ما يكون له أي أعراض، فيتم تشخيصه مبكرا ويتم العلاج في الوقت المناسب. طيب نبدأ الفحص دكتورة؟ إن شاء الله. تقولي لي دكتورة شقد أنا محافظة على عيوني؟ الأمور تمام الحمد لله، بس طبعا العدسات أنصحك أنها ما تستخدمينها فترة طويلة، لأنها ممكن تؤدي إلى الجفاف، ممكن استخدامها الخاطئ يؤدي إلى قراح تصيب العين. وما ننام فيها؟ طبعا مهم، أكيد أهم شيء. طيب دكتورة نصايح تحبين تقولينها للمشاهدين؟ أهم النصايح، أول شيء المرضى العيون بشكل عام يجب عليهم استخدام القطرات، وأنهم يأخذون العلاج على حسب وصف الطبيب، والالتزام بالمواعيد، خاصة إحنا في فصل الصيف والإجازة الصيفية ممكن يهملون، فإحنا ننصحهم أن دائما يلتزمون فيها. في الصيف أيضا أنصح في الصيف أو في فترة النهار بشكل عام النظارة الشمسية للجميع الكبار والصغار لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية. بالنسبة للأهل أنصحهم بأنهم يوجهون أطفالهم التوجيه الصحيح بالنسبة للإلكترونيات والأجهزة الكمبيوتر، استخدامها بشكل معتدل وعدم الإفراط في استخدامها. الأجهزة هذه سببت لنا مشاكل على كل المجالات. نتمنى لجميع السلامة إن شاء الله. نتمنى. مشكورة، شكرا للدكتورة زكية الأنصاري أخصائية طب وجراحة عيون في مستشفى حمد. مشاهدينا كنا مع الدكتورة كلمتنا عن أمراض العيون، مهم إن احنا نلبس نظارات شمسية أطفال أو كبار، نحافظ على عيوننا من العدسات، لا تتركونها. احنا في البداية قلنا إن هي عضو أساسي، فلا تهملونها إذا شفتوا أي عرض من الأعراض اللي ذكرناها. هذا كل ما عندي، أرجع زميلتي في الاستديو. شكرا لك، وأكيد ننصح الجميع بأنهم فعلا يراعون في فترة الصيف عيونهم، والصحة هي تاج على رؤوسنا. الحين خلونا نقرأ معاكم أهم عناوين صحفنا الصادرة لصباح هذا اليوم. طبعا راح نبدأ معاكم مشاهدينا من صحيفة الشرق. إنجاز اللائحة التنفيذية لدخول وخروج الوافدين، فترة تجريبية لنظام العقود الموحدة وبدء التطبيق سيكون في نهاية هذا العام. على هامش اجتماع لجنة إدارات التعاون لدول الخليج في الرياض، قطر تتقدم بمقترح حول معايير مكافحة الإرهاب، والاجتماع ناقش معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس. من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم استبيان لأولياء الأمور لمعرفة مدى رضاهم عن العملية التعليمية. ننتقل معكم لصحيفة الوطن، والخبر الأول الكشف عن جامعات التعليم عن بعد قريبا، وأيضا تسجيل الحوادث المرورية عبر مطراش 2 تغني عن الحضور الشخصي للمرور، وهذا ما قاله العميد الخرجي. ونظل معكم في صحيفة الوطن، والقطرية تزيد حصتها بالدولية ل20%. أيضا ننتقل لخبر آخر، قطر تشارك باجتماع كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية. ننتقل معكم لصحيفة العرب، والخبر الأول 3 مزادات جديدة لدار الباهي، الأول للتحف والثاني للمجوهرات والثالث للفن الإسلامي. ونظل معكم أيضا في صحيفة العرب وخبر رياضي، شباب عنابي اليد في أسياد آسيا فازوا على السعودي في النهائي وعادوا بالكأس، ألف مبروك. أيضا خبرنا التالي من صحيفة الراية، برنامج تدريبي لتعزيز المهارات القانونية للموظف الشامل في وزارة العدل. أما الخبر السياحي، إقبال عائلي كبير على مهرجان صيف قطر. وأخيرا المصرف يعزز حماية عمليات الشراء من الإنترنت من خلال التحقق من المدفوعات باستخدام الحماية ثلاثية الأبعاد.
طبعا هذه أخبار صحفنا لهذا اليوم مشاهدينا، خلكم معنا فاصل قصير وراح نرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، حياكم الله معنا مرة أخرى في الصباح رباح. مركز لوماس من المراكز اللي تسهم في تنمية الشباب وتربطهم بالتراث والعادات القطرية الأصيلة في مختلف المجالات وتكسبهم المهارات اللي تعينهم على الاعتماد على أنفسهم وتحمل المسؤولية. وطبعا للمزيد حول هذه الدورات اللي راح نتعرف عليها أكيد ضيفاتنا والفعاليات أيضا الموجودة اللي يطرحها المركز الفتيات، معنا الضيفة في هذا الاستوديو وضيفة مو بغريبة وهي بنت تلفزيون أو قناة الريان، الأستاذة مريم الدوسري خبيرة التنمية البشرية، وأيضا معنا طالبتين من مركز نوماس، والطالبة معاي مريم اليزيدي، حياك الله يا مريم. عشان أرجع للأستاذة مريم أيضا أتذكر اسمك من ساعة سألت اسمك. ومعنا ورد، حياك الله يا ورد، معنا في الاستديو.
استاذه مريم، يا هلا ومرحبا بك معنا. يا هلا فيكم، مرحبا حياكم. يعني اليوم صراحه الموضوع شيق جدا. نعم. لان مركز نوماس من المراكز اللي كثير عليها طلب من قبل خلينا نقول الشباب، ومن المراكز الاولى اللي تعتني بالتراث وتعتني بالعادات القطريه، العادات والتقاليد القطريه. فكونكم بديتوا الدوره الاولى والفعاليات الاولى للفتيات، ودي تشرحين اكثر او تعرفين اكثر المشاهدين على فعالياتكم للفتيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا مركز نوماس مركز تربوي متخصص في طبعا ترسيخ العادات والتقاليد والهويه الوطنيه وتاصيل التراث. اذا هو طبعا المراكز الحمد لله متوفره في دوله قطر، شتى المراكز انواعها الصيفيه والتدريبيه. صحيح. ما شاء الله الدوله ما مقصره في تقديم خدماتها، لكن ميزه مركز نوماس انه مركز متخصص ولاهداف معينه، هي تاصيل التراث وتعزيز الهويه والانتماء للوطن بكل تفاصيله، من طبعا من ناحيه العادات، المصطلحات، الكثير من المهارات. وهذا المركز التربوي تحت اشراف ورعايه وزاره الثقافه والرياضه. نعم. وطبعا رؤيه وزاره الثقافه والرياضه تتماشى مع رؤيه دوله قطر، فكلنا ان شاء الله في رساله واحده ورؤيه واحده فعلا لبناء هذه العقول، اجسام تكون اجسام سليمه ان شاء الله، وتكون عقول واعيه ووجدان اصيل، كلها تتوافق مع رؤيه قطر في التنميه المستدامه ان شاء الله. اكيد فيكم الخير وما راح تقصرون مع بناتنا. يعني بدايه اذا قلتي هو تاصيل للتراث وتاصيل للعادات والتقاليد، كلمينا عن بعض الفعاليات المقامه عندكم او الدورات اللي اقمتوها والدورات المستقبلا راح تضيفونها ان شاء الله. طبعا مركز نوماس للفتيات بدا حاليا دورته الاولى، لكن مركز نوماس للبنين بدا من عامين تقريبا. صحيح. ما شاء الله محقق انجازات جدا رائعه، وبناء عليها كان من الضروري جدا وجود فرع اخر للبنات. طبعا احنا في حاجه ماسه جدا لهذه الفئه. نعم. وتعزيز التراث والهويه لدى هذه الفئه. طبعا بدا مركز نوماس ببرنامج بعده برامج تدريبيه، هو عبارة عن منهج متكامل تم التحضير له أكثر من 6 أشهر تم التحضير لهذا البرنامج. طبعا هو منهج متكامل يحتوي على 7 برامج تدريبية، طبعا كلها في النهاية تحقق هدف الهوية والانتماء للوطن والعادات والتقاليد. أول برنامج شاركوا في بناتنا وإن شاء الله بيتكلمون عنه الآن، أول ورشة المفترض أنها تدخل فيها كل بنت هي ورشة أداب المقعد وإعداد الفوالة. طبعا اداب المقعد واعداد الفواله. الفواله والمقعد هي جزء واحد، يعني اي مقعد خليجي، مقعد قطري، شيء طبيعي تلقين فيه الفواله. صحيح. لو كانت ابسط الاشياء الموجوده من الموجود اللي في البيت، ولازم دله القهوه. نعم، دله القهوه اساسي. صحيح. فالمفترض من بنتنا ان شاء الله انها تكون قادره على اكتساب هذه المهارات وهذه القيم وهذه المصطلحات في أداب المقعد، بالإضافة على قدرتها على إعداد القهوة الخليجية، أيضا إعداد الفوالة البسيطة. إذا هذه الورشة هي الورشة الأولى، البرنامج الأول. هناك برنامج آخر بعد أن تجتاز هذا البرنامج التأسيسي، ونسميه البرنامج التأسيسي. يعني هو أكثر من نعم. أكثر من خطة. نعم. تحت هذا البرنامج عدة برامج متوالية. الترتيب الأول يأتي البرنامج الأول هو أداب المقعد، كل الطالبات المفروض يتخرجون منه. طيب. إذن هو برنامج تأسيسي، بعد ذلك تنتقل. وأكيد في تقييم للطالبة. نعم. أوكي. لابد من التقييم. طيب. وبتنتقل إلى برنامج آخر هو برنامج الخياطة والتطريز. الله. الكور والإبرة. طبعا احنا سمينا كل برنامج من البيئة القطرية، مسميات البيئة القطرية، الكور والإبرة. طبعا نعم. أمهاتنا كانوا قديم يستخدمون الكور والإبرة. صحيح. وهذه مسميات طبعا. صحيح. بعد الخياطة والتطريز، طبعا الخياطة والتطريز فيها أشياء كثيرة. صحيح. لكن ما في يعني مجال للتفصيل في ذلك، لكن بعد ذلك تنتقل إلى ديرتي بر وبحر، نتحدث عن تفاصيل البيئة البحرية والبيئة البرية، سواء نباتات، مسميات، أدوات مستخدمة في هذه البيئة. هذه ما فيها زيارات ميدانية؟ فيها زيارات ميدانية بالتأكيد، وهذا مهم جدا. طيب هذه ثلاث، احنا انتقلنا لثالث مرحلة. نعم. وأيضا سوف تنتقل إلى البرنامج الآخر وهو إدارة شؤون المنزل، وخاصة إدارة شؤون المطبخ، شؤون المنزل. ممتاز. من ناحية نظام، تنظيم، تخزين التموين، النظافة، كل شيء يتعلق بترتيب أركان المنزل. ممتاز. بعد ذلك تنتقل طبعا إلى احنا مع كلامك قاعدين نشوف صور تابعة لمركز نوماس. نعم. ونشوف بناتنا ايش قاعدين يسوون.
طيب بعدين ومن بعد المطبخ الى موروثاتنا. موروثاتنا برنامج متخصص في الالغاز، في الامثال الشعبيه، في الحزاوي، طبعا القصص الشعبيه والحزاوي، كل ما يمت الى هذا التراث الثقافي. ممتاز. هذه في موروثاتنا. وايضا سوف تنتقل ان شاء الله الى ايضا الرياضات الاسلاميه. طبعا الرياضات الاسلاميه محدده هي الرمايه والسباحه والخيل. نعم. وهذه طبعا سبعه برامج سوف اذا تخرجت منها الطالبه ان شاء الله سوف تستحق ايضا اوسمه وجوائز يعتمد على اجتهادها ومثابرتها واتقانها لهذه المهارات ان شاء الله. ان شاء الله. انا راح اعود للحديث لك لكن لازم ارجع لبناتنا. مريم حياك الله معنا. قولي لي مريم اول شيء شلون انضميتي لمركز نماس او شلون سجلتي؟ انا كنت ابحث عنه في الاب ستور فحملت تطبيق نماس، بحثت عنه في السوشيال ميديا وفي الانترنت، لما يعني عجبني واشتركت فيه الحمد لله اختاروني. الله عليك يا مريم، يعني انت قاعده تبحثين اوريدي تبحثين عن حاجه انت محتاجتها في السوشيال ميديا وما الى ذلك. طيب بديتي التسجيل، شو اللي اعجبك في مركز نماس لما بديتي التسجيل وبديتوا تتعلمون المراحل الاولى من الخطه الموضوعه لكم؟ انا اللي عجبني فيه حسيت هالاشياء تنتمي لي وحبيتها وايد، فقلت ان اشترك فيه وعجبني. انت مذيعه مريم ما شاء الله عليك، متحدثه يعني. طيب ايش تعلمتوا هناك؟ تعلمنا شلون نحضر القهوة، تعلمنا شلون نصبها، وتعلمنا شلون نستقبل الضيف والمحايا والتحفي بالضيف. أعطيني جملة من المحايا والتحفي. يا هلا ومرحبا، إيش حالك؟ إيش أحوالك؟ شي. وش اللي حبيتي في من ضمن هذا البرنامج؟ شيء يعني تحسين إن هذا أقرب لك أو حبيتي أكثر؟ أكثر شيء حبيته آداب المقعد. آداب المقعد. اللي هو التحفي وكيف تستضيفين الضيوف. طيب حياتي الله يا ورد معنا، قولي لي ايش تعلمتي او خلينا نقول في الاشياء الخاصه بالمطبخ شو اللي تعلمتي؟ تعلمت طبخات مثل طبخه خنفروش. الطبخات الخليجيه اللي في البيت قصدك التراثيه؟ طبخاتنا القطرية، الخنفروش. وبعد تعلمت شلون نصب القهوة بعد. تعلمت شلون تسوونها القهوة؟ اي تعلمنا. اوكي. ومن ضمن هالاشياء تعلمت بعد تعلمت شلون نضيف الناس الضيوف اللي يجونكم في البيت. طيب شو اللي حبيتي ورد هناك مع البنات؟ حبيتي يعني جمعة البنات، تعرفتي على البنات ولا لحين مستحية منهم؟ تعرفت على صديقاتي. تعرفتي على صديقات جدد، وشلون هناك انتم مشتركين يعني كلكم في نفس الطبخة ولا كل واحدة بتطبخ بروحها ولا انتم في جماعة؟ يعني احنا في جماعة. جماعة وتشتركون مع بعض؟ ايه. تحسين وناس هناك؟ ايه. غير عن المدرسة؟ ايه غير. زين مريم قولي لي المشرفات شلون يعلمونكم؟ يعلمون عن كل شيء، يعني النظافة والتنظيم والنظام، يعني لازم نكون مرتبين ما نسوي فوضى يعني. بدون فوضى ترتيب بنظافة ونظام. حلو ممتاز. يعني احنا الحين طبعا بنشوف اكيد نماذج على على الهواء. قولي لي استاذة مريم، يعني الحين عندنا احنا نموذجين من البنات، شو اللي شفتيه في بناتنا؟ يعني اكيد كان عندكم اهداف وهذه الاهداف انا متاكده انكم وصلتوا لها، لان انتم ما درستوا يعني ما وضعتوا هذه المخططات بدون ما فعلا بدون دراسه، هي دراسه مثل ما قلتي اخذت معاكم وقت طويل. شو اللي شفتيه او لمستي في البنات وهل وصلوا لتوقعاتكم ولا فاقوا هذه التوقعات؟ طبعا بنتنا مريم لفتت نظري بجمله قالت ان لما بحثت عنه في السوشيال ميديا او في وسائل التواصل بحثت عنه تقول حسيت انه يناسب حاجات عندي اني انا ابي هذا الشيء. هو فعلا هذا المركز وطريقه التدريب فيه ونوعيه الورش الموجوده فيه تلامس فطره المراه،
تلامس فطرتها الاصيله اللي موجوده صحيح. فيها صحيح. وترى بناتنا ما شاء الله عليهم اكتشفنا ان عندهم استعداد قوي للتعلم وشغف. يعني فعلا هو يعني تعدى مستوى توقعاتنا. احنا طبعا اجازه صيفيه توقعنا، قلت ربما البنات في فتره الصباحيه يميلون الى الهدوء النوم ربما ما يحبون طلعه الصباح، يعني نوعا ما هي شيء طبيعي في البنات وخاصه انهم صحيح. سن اطفال يعني من 8 الى 14 سنه. فاحنا توقعنا ذلك والجو حار حاليا. نعم. يعني معروف هذا الشهر في كل العالم جو حار. نعم. نعم. لكن وجود هذا البرنامج الصيفي يعني احنا فوجئنا بكم التسجيل، العدد اللي سجل سواء الالكتروني على الموقع الالكتروني او باليدوي عن طريق المركز. نعم. فوجئنا بالعدد الكبير ورغبه الامهات الحقيقيه واولياء الامور في ادخال بناتهم. طبعا في بعض البنات كانوا في البدايه مترددين اول يوم، والاولاد لكن ايضا احنا عندنا. نعم. هني تشوفين على الهواء صوره الاولاد يتعلمون في مركز نماس صبلق هواء. نعم. والتحفي يعني مثل ما قلتي هو اكيد. نعم. طلب كبير، يمكن لان البنات ابتعدوا عن المطبخ وعن الادوات. نعم. المنزليه، ويعني انت عارفه طبيعه الحياه، ويمكن لان الحين هم فعلا محتاجين. نعم. نعم محتاجين ان فعلا نعلمهم على الطباخ، نعلمهم على التحفي. صار في اختلاف طبعا في البيئه، لكن انهم فاقوا توقعات هذا شيء ممتاز بالنسبه. نعم. وعندهم استعداد وشغف ورغبه في الاستمرار لدرجه يعني اجمل العبارات، وهذه شهاده نعتز فيها كمشرفات. نعم. ومدربات وايضا كمركز تربوي. نعم. جميل جدا لما تسمعين اثناء الحوار واثناء جلساتنا ان البنت تقول حق امها وهي طالعه ما نبي نطلع، ما يكفي الوقت، ما يعني حلو. يبون وقت زياده. حلو. هذه الشهادات او الكلمات دليل على انهم. نعم. فعلا ونسمع من اكثر من وحده وهم طالعين ويودعونا. طبعا هو من مجرد استقبال البنت، من بدايه استقبال البنت المركز الى توديعها، علاقه انسانيه ما تتخيلين، كل انواع الخبرات، كل انواع التجارب الانسانيه، من الحوار، من الكلمات، من الالفاظ. وعلى فكره اثناء هذا الحوار من بدايه الدخول حتى الخروج هو اصلا تطبيق عملي لكل الورش. صحيح. اصلا يعني صحيح. تلقائيا يمر على البنت. الشيء الثاني ان لاحظنا ان بعض البنات الصغيرات السن 8 سنين 9 سنين عليهم جدا عبارات رائعه وعفويه تطلع منهم. تخيلي ان واحده من البنات الصغار اثرت جدا فينا، يعني صغيره 8 سنوات تقول حق امها نبي نروح ذاك المركز اللي يشبه بيت يدتي. يعني المركز بطبيعته تشعر انه جزء. نعم. من اسرتها، يعني كان بيت جدتها. نعم. حست بالانتماء. مجرد هذا الشعور وهذا القول الفطري او الشهاده الفطريه من بنت يعني تغنينا عن كل شيء صراحه، يعني انها تشعر بالانتماء لهذا المركز لانه يشبع فعلا حاجه ماسه لديها. وانا متاكده ان كل البنات مثل ما قالت مريم وقالت ورد انه شيء نحتاج له احنا. وعلى فكره يعني اثناء اداب المقعد والفواله جدا ممتعه هذه الورشه، وهي تاسيسيه وكان لها هدف ومغزى، لان البنت اذا استعدت واكتسبت الثقه بنفسها وانها قادره على الحوار في المحاياه والتحفي، واحنا علمناهم ايش الفرق. يعني انا متاكده الامهات. نعم. حاسين بالفرق المحايا والتحفي وشلون تكون واثقه من نفسها اثناء استقبال الضيف. نعم. واداب الاستئذان، اداب الحوار، متى اتكلم مع الكبير، شلون اتكلم مع مره عجوز ولا بنت صغيره او. صحيح. صديقتي او جيراني. صحيح. ايضا انواع المقعد، انواع المقعد تختلف، في مقعد عائلي، مقعد الاسره العادي. في مقعد الغرباء، ربما ضيوف غرب جاييني. يعني ما تتخيلين كل انواع هذه التفاصيل تظهر في هذه الورشه، ومن ثم تنطلق البنت الى بعد ان تستقبل الضيف وترتاح ويرتاح الضيف تبدا باعداد القهوه. ودربنا البنات على إدارة المواقف، يعني ممتاز. إدارة أزمة، ضيف ضيف جاي فجأة، ما كيف تتصرفين؟ يعني تتصرف البنت، والحين إن شاء الله مريم وورد وأمثالها البنات إن شاء الله قادرين على التصرف في مثل هذه المواقف بإعداد القهوة وإعداد الفوالة البسيطة، ومثل ما قالت ورد الخنفروش. ونسينا شيء مهم يا ورد اللي عجبنا وايد لما سويتوه، الطبخة الثانية. قرص الطابي. الشيء الثاني الجميل جدا وعجب البنات. قرص الطابي. قرص الطابي وبعد. البلاليط وجبة جدا رائعة وجدا في كل بيت شعبية وسهلة جدا. نعم. سهلة. عموما أنا راح أستكمل معك وأبغي أتكلم طبعا عن دوركم كمشرفات. أكيد مشاهدينا غرس العادات والتقاليد الأصيلة وتعريف النشء بتراث الأجداد من أهداف أكيد مركز نماس. نتعرف أكثر على المركز والغرض من إنشائه في التقرير التالي، شاهدوا معنا.
الحقيقة أنا أحس بشعور الفخر أن نرى أبنائنا وشباب عيالنا في قطر يتلهفون على تعلم العادات القطرية وعلى الرياضات القديمة التي كان يعتاد عليها أبائهم وأجدادهم، وهذا الهدف اللي إحنا فعلاً نصب إليه. الهدف من المركز أن نغرس العادات والتقاليد القطرية الأصيلة في نفوس الشباب. الفئة المستهدفة في مركز نوماس هي من 8 إلى 14 سنة. مركز نوماس يقدم عدة دورات، منها دورة آداب المجلس، يتعلم منها المشاركين آداب المجلس الدخول والسلام والتحفي، عمل القهوة على الطريقة التقليدية، أيضاً دورات السباحة والغوص على الطريقة التقليدية. أيضاً مركز نوماس يقدم دورة الرماية ودورة ركوب الخيل وركوب الهجن والمقناص وشيل الطير، وأيضاً عد القصيد والرزيف. ايوه مضبوط، ايوه ارجع شوي، ارجع ورا ايوه بس خلص اركب، ايوه 100 100. تعلمت وين مركز نوماس من اليوتيوب، شفت الفيديوهات عن مركز نوماس واستفدت من هالدورات يعني اشياء وايد. تعلمت بعد ركوب الهجن، تعلمنا شلون نشد على الناقه، شلون اركبها. انا علمني صلاح المناعي شلون اغوص وشلون اصيد المحار او شلون استخدم الادوات القديمه. علمني بعد تقاليد بحريه. دورة الماية علمتني شلون أثبت نفسي والنقاط اللي أحتاجها عشان أثور وأصيد الهدف اللي أبيه. أنا حبيت الرماية وعلى سكور جبته 100.6. دورة القادمة دورة فروسية. سجلت في نوماس في الخيول، تعلمت شلون أمسك الجام، شلون تعلمت أركب الخيل، والحين تعلمت شلون أركب في الخيل، وإذا الله راد بسجل في الرماية والسباحة والرزيف. يفخر مركز نوماس أن يكون إن شاء الله له الدور الأكبر في غرس العادات والتقاليد في هذا الجيل الذي نتطلع إن شاء الله أن يكون هو الجيل القادة للمستقبل بإذن الله تعالى. فقرات صباح رباح طبعا مستمرة معاكم، مستمرين مع أستاذة مريم الدوسري اللي تحدثنا عن فريق البنات لمركز نوماس. أول شيء أستاذة مريم خلينا نستكمل حديثنا، وإحنا شفنا من شوي الأولاد ما شاء الله عليهم يتعلمون، نبغي نعرف كلمة نوماس معناها. طبعا الكثير يسأل الصراحة، معظم الأمهات اللي سجلوا يسألون ما معنى نوماس، ومن حقهم بالعكس، هاي ثقافة وعي. كلمة نوماس هي كلمة عربية أصيلة، وأيضا كلمة تراثية أصيلة. نوماس تعني الفرح بالإنجاز، يعني فلان طلع متنومس من المكان، أو فلان طلع متنومس من البرنامج أو كذا. هذه حتى تطلق للبنت، على فكرة تطلق على البنت أو الولد، يعني مجازا هي إذا تطلق على كل عمل مقرون، كل عمل فيه إنجاز مقرون بمشاعر الفرح والفخر. إذا نحن الآن المفترض هذا لما نقول تستاهل النوماس. نعم تستاهل النوماس. وكلمة تستاهل النوماس هذه
تستاهل الفرح، تستاهل الإنجاز، وهي كلمة جدا جميلة رائعة. ومثل التفوق، يعني كلمة تعني التفوق بمعناه ومشاعره المصاحبة له. وطبعا بناتنا جدا جدا متنومسين، دائما نقول لهم واحنا قاعدين معاهم نشوفهم فرحانين احنا متنومسين فيهم وهم متنومسين، ولما يطلعون تقول انا متنومسة. فالبنت شبعت هذا المصطلح الجميل، واسم على مسمى بصراحة، واسم جميل يرتبط بتراثنا ويعزز هويتنا ان شاء الله. مريم نقول ان انت متنومسة؟ ايه. وورد؟ ايه. موافقين. طيب استاذة مريم، بالنسبة لكم المشرفات، يعني انا اتوقع انتقاء المشرفات اكيد هذا كان مسؤولية في انك تنتقين مشرفة على دراية بالتراث القطري، مشرفة خلينا نقول فاهمة وواعية للتعامل مع الفترة العمرية اللي انتم اخترتوها، فحدثيني شوي عن المشرفات، عن اختيارهم، وكيف يتعاملون مع البنات وعلى أي أساس؟ نعم. يعني طبعاً. الأسس اللي اخترتي اخترتوا نعم. عليها المشرفات. طبعاً سؤال جداً مهم. طبعاً أي فكرة إعداد لأي برنامج تربوي بصراحة يحتاج إلى جهد، ليس في المنهج فقط، في إعداد المنهج، في إعداد من هم قادرين على توصيل هذه المنهج أو هذه المادة. أينا. وعملية الاختيار الحمد لله بفضل الله، بفضل الله، وهذا بالعكس يدل على شيء، يدل على كرم هذا البلد، وما شاء الله في كفاءات. مجرد أعلننا عن البرنامج وطلبنا المتطوعين، طبعا أعلننا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أننا محتاجين لمدربات قطريات متخصصات في عدة مجالات، الخياطة والتطريز والاقتصاد المنزلي والطبخ، العادات والتقاليد، لديها معرفة بالعادات والتقاليد، القصص والحزاوي وغيرها من التراث. اكتشفنا أن معظم ما شاء الله أمهاتنا، خواتنا، الجيل التربوي، وخاصة بعضهم متقاعدات. أي توني بقولها. متقاعدات، البعض منهم متقاعد وكان متخصص في مجال التربية والتعليم، وما شاء الله تخصص في يعني اقتصاد منزلي والخياطة، وأيضا في الموروثات الشعبية في ناس متخصصين، وعلى فكرة في بعد يعني مستويات عالية جدا في ماجستير وفي دكتوراه. نعم. وفيه ما شاء الله. وفيه ربات البيوت صاحبات الخبرة، صاحبات الخبرة. حب نعم. هم فعلا يعلمون. نعم. والدافعية اللي عندهم يعني ما شاء الله، أنا ما استغرب الصراحة على بنات قطر ولا على أمهاتنا ولا على المربيات الفضيلات. طبعاً. إن الدافع والشغف اللي كان فيهم إنهم فعلا يستثمرون وقت فراغهم. طبعاً. وتحقيق الشراكة المجتمعية بكل المقاييس في المركز. جميل. تحققت. جميل. كل، وهذه على فكرة من ضمن الأهداف، أهداف رؤية قطر وأهداف المركز. طبعاً. مو بكونهم إنهم نعم. تقاعدوا معناته بيستغنون عن الشراكة المجتمعية، مستمتعوا. هم عندهم كذا مجال. نعم. طيب يعني لأن وقتنا قصير، بس تعطيني نعم. الشروط للانضمام للانضمام الطالبات بشكل سريع. طبعاً الشروط أن تكون قطرية الجنسية قطرية أو على الأقل من أبناء الأمهات القطريات. الشيء الثاني العمر من 8 إلى 14 سنة. نعم. حضور الورشة الأولى هي أداب المقعد والفوالة شرط أساسي لدخول باقي البرامج. البنت لازم تجتازها باختبار بسيط. نعم. الشيء الثالث أن لا يجب أن يطلع ولي الأمر وأم أو أب على الميثاق الأخلاقي بالمواعيد الانصراف والدخول، وأيضا الالتزام والاحتشام بالزي، لأن عندنا أيضا بند مهم هو أداب اللباس من ضمن أداب المقعد. ممتاز. ممتاز. وأداب اللباس هو تعليم البنت الذرابة واللباقة والذوق الراقي في متى تلبس وأي نوع من اللبس، تلبسه أمام الضيوف، هل تلبسه في الجلسة العادية أمام الضيوف الغرباء، وأيضا مع التزام القيم الإسلامية في كل هذه الأطر، يعني ممتاز. كل هذه البرامج ممتاز. في إطار واحد، هي القيم الإسلامية، عاداتنا وتقاليدنا، وتعزيز قيمة الحياة لدى البنت، لأن قيمة الحياة قيمة عظيمة جدا، هي موجودة الحمد لله، ولكن محتاجة تأسيس وترسيخ. وأنا أوجه هاي فرصة، أوجه نداء للأمهات، أن دور البرنامج صحيح أنه يربي الفتيات أو يؤسس لبعض المهارات، ولكن دور الأسرة مكمل، يعني البنت راح تقعد معنا فترة وراح ترجع البيت أهلها، فعليهم دور كبير. رجاء يعني نتمنى منهم من خلال حياتهم اليومية وتفاصيل الحياة اليومية أنهم يعززون أو يعززون. نعم. يعززون كل هالمهارات. أنا أشكرك جدا، لكن بس سؤال أخير لمريم. مريم، شو اللي استفدتي من وجودك في مجموعة البنات؟ أنا استفدت وايد أشياء، ومنها مثل ما قلت في بداية الحديث شلون أصب القهوة وشلون أحضرها، شلون أستقبل الضيف، وفي بعد برامج ثانية، وشلون أحضر أكلات شعبية ومنها الخنفروش والبلاليط، وأيضا تعلمت مصطلحات جديدة. المرة الجاية إن شاء الله بناكل من يدك خنفروش وبلاليط، وتصبين لنا القهوة، ورد تسوي لنا القهوة وتصبها ان شاء الله باذن الله. الله يعطيكم العافيه، موفقين ان شاء الله. شكرا لك استاذه مريم، وهذا مجهود احنا نشكره لكم انكم فعلا تحافظون على
هذا التراث وتوصلونه لأجيال البنات وأيضا الشباب عندنا يعني. وإحنا هذا اللي ننتظره فعلا، وأتوقع السنوات القادمة مركز نوماس راح يكون أكبر من كذي. إن شاء الله. نتمنى ذلك إن شاء الله. فقرات الصباح رباح مستمرة وياكم، فاصل قصير ونرجع لكم، لا تروحون بعيد، حياكم. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وصلنا إلى فقرتنا الثقافية مع نديب قناة الريان الفضائية عبد الرحمن المري من مجمع الشيخ عبد الله الأنصاري، نشوفه معكم، حياك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة اللي طلع عليكم أسبوعيا، الفقرة الثقافية واللي طلع عليكم من مجمع الشيخ عبد الله الأنصاري للقرآن الكريم وعلوم عن هذا المجمع وأهم ما تحتويه من أقسام هذا المجمع. طبعا تم إعادة بنائه وترميمه في الدفنة وتم افتتاحه رسميا في عام 2015، ويحتوي على الكثير من الأقسام المتنوعة. لمعنا طبعا الضيف الدكتور إبراهيم الأنصاري أستاذ الفقه في جامعة قطر وأبن الشيخ عبد الله الأنصاري، بيكلمنا عن هذا المجمع وخاصة المكان اللي احنا موجودين فيه وهو المكتبة العامة. مرحبا بك دكتور عبر شاشة قناة الريان، مرحبا فيك، الله يحييك. في البداية تكلمنا عن هذا المجمع الضخم اللي ما شاء الله شفنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم الأشياء الموجودة والأقسام الكبيرة المتنوعة فيه. المجمع فكرته يمكن نشأت بدرته في حياة الوالد رحمة الله عليه. الوالد أنشأ مكتبة داخل بيته وكانت مفتوحة لمن شاء من طلاب العلم أن يأتي ويطلع الكتب. بعد وفاة الوالد هذه المكتبة فتحت للعامة وبقيت تتوسع داخل المنزل، ثم أن تقدمنا بطلب لتخصيص أرض لهذه المكتبة، وخصصت هذه الأرض التي نحن فيها الآن من سمو الأمير والد حفظه الله، وبني هذا المجمع وافتتح في العام الماضي. ولكن المجمع انتقلت إليه المكتبة وكذلك افتتحت فيه المراكز، مركز تحفيظ القرآن ومعهد الدراسات الإسلامية قبل ذلك حوالي من 4 سنوات، يعني بمجرد ما أنشئت المباني الأولية انتقلت فيه المكتبة وانتقل فيه معهد الدراسات الإسلامية. وفي العام الماضي اكتملت مباني المجمع بإنشاء قاعة المحاضرات الكبرى، وافتتح رسميا، افتتحه معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر في عام 2015. المجمع يحتوي تقريبا 5 أجزاء رئيسية، فيه يحتوي معهد الشيخ عبد الله، معهد الشيخ إبراهيم الأنصاري للدراسات القرآنية وهو مسمى على الجد الشيخ إبراهيم الأنصاري قاضي الخور، ومركز تحفيظ القرآن، وهناك عدد من الدارسات في هذين المعهدين يفوق 100 دارسة، والمكتبة التي نحن فيها، وهذه هي عبارة عن بقية كتب الوالد، ثم زودناها وأهديت إليها بعض الكتب فيما بعد. تحتوي بالتحديد كتب العلوم الشرعية، كتب الفقه والحديث والتفسير، كتب أصول الفقه وكتب العقيدة، هذا بشكل أساسي معظم الكتب الموجودة في المكتبة من هذه التخصصات. وهناك أيضا كتب الفلك، هناك اهتمام بكتب الفلك لأن دار التقويم القطري واحدة من مآثر الوالد التي تركت في قطر، راح نتكلم عنها دكتور، وهي موجودة أيضا في هذا البلد. نعم دكتور، يعني ذكرت ان الشبكه العنكبوتيه نقدر نقول احنا تنافس الحين المكاتب، يعني قلوا الاقبال على المكتبات، وهذا يعني كدورك انتم في المكتبه في مجمع الشيخ عبد الله الانصاري، كيف ممكنكم تستقطبون كثير من الطلاب ودور المكتبه دورها الرئيسي اللي احنا عارفينه؟ هو طبعا الدور الرئيسي اللي تقوم به المكتبه بالاضافه الى وجود الكتب هي تقديم الخدمات، يعني يمكن الناس الموجودين في المكتبه يساعدون طالب العلم للوصول الى المعلومه داخل المكتبه بسرعه. هذا الإنسان حتى إذا ما كان عنده هذه المهارة حتى في البحث في الإنترنت وغيره قد لا يستطيع الوصول بسرعة إلى المعلومة داخل الكتاب، يعني هذه اللي ممكن تكون المكتبة هنا تقدمه للباحث.
يعني نوع الخدمات يغطي شيء من قلة الإقبال على المكتبات. لو تكلم عن نوع الخدمات ممكن تقدمها المكتبة يعني في دعم الطالب بدل ما يتوجه لك شبكة الإنترنت أو شبكة العنكبوتية، لا يجي يشوف الكتب المتنوعة المخطوطات. وطبعا اللي يطلب من الطالب دائما يكون ينوع رجوعه للإنترنت أو شبكة العنكبوتية إذا كان رجوع صحيح وليس خطأ، ولكن الذي نعيبه على بعض الباحثين المستعجلين الآن أنه يرجع إلى الإنترنت فيأخذ المعلومة من أي موقع كان، من منتدى، من دون سند أو دون دون سند أو دون توثيق للمصادر أو غير ذلك. المكتبة يعني ما يوجد في المكتبة يوجد تقريبا على الإنترنت، ولكن يحتاج من الطالب تعب زيادة أنه يحصل على النسخة ثم يدخل يبحث فيها ثم يقرأ ثم يختار المعلومة. هذا يجده في المكتبة بشكل أسهل. أولا تناول الكتاب والتقريبة أسرع من البحث في النت، ثم أن ممكن يجد من بعض زوار المكتبة أو من أمين المكتبة مساعدة في بعض المعلومات، أين يجدها، في أي كتاب يجدها، أين يجد معلومات قريبة لها، وهذا يعطي أصالة في البحث أكثر من ما يجدها في بحثه في الإنترنت. صحيح. دكتور إبراهيم، ما أهم الخطط المستقبلية خاصة في تطوير هذا المجمع وبالتحديد في المكتبة العامة؟ هناك الكثير من الخطط التي موضوعة الآن على الطاولة للتطوير. طبعا احنا عندنا القاعة الكبرى افتتحت، وفي المخطط إن شاء الله أن نتعاون مع بعض الجمعيات أو مع بعض الدعاة ويقام فيها برنامج من المحاضرات على طول الموسم، على طول العام يعني. هناك خطة لتطوير التقويم القطري بحيث يصبح تطبيقا على الأجهزة الذكية أبليكيشن، وهناك التزويد المستمر للمكتبة. المكتبة فيها تزويد مستمر وأيضا فهرسة إلكترونية لها لكي تسهل استخدامها. هذه تقريبا أهم المشاريع التي الآن نعمل عليها في المكتبة. موفقين إن شاء الله. كل الشكر للدكتور إبراهيم نصاري أستاذ الفقه في جامعة قطر. تكلمنا عن المكتبة وهم يحتوي مجمع الشيخ عبد الله الأنصاري رحمه الله للقرآن الكريم وعلوم. هذه رسالة نحب نوجهها لكم مشاهدينا في هذا المكان في الدفنة. المجمع موجود والمكتبة موجودة وفيها الأقسام المتنوعة وعلومها الاستفادة للبحث والمعرفة. هذا ما عندنا، ونلقاكم إن شاء الله في فقرات الثانية في أمان الله. ومثل ما قال أديسون، أندر من الكتاب النادر أو أفضل من الكتاب النادر هو قارئ نادر، فنتمنى أن فعلا نستفيد من هذه المكتبات الموجودة في قطر. مثل ما ذكرنا بأخبار صحفنا اليوم، انطلقت يوم أمس فعاليات مهرجان الصيف لهذا العام واللي نظمتها الهيئة العامة للسياحة تحت شعار لون صيفك. نتابع وياكم هذا التقرير عن فعاليات الصيف من أرض المعارض. أول شيء مشكورين على الاستضافة وعلى تغطيتكم مهرجان الصيف. مهرجان الصيف يتقسم إلى عدة أقسام، منها المدينة الترفيهية اللي احنا متواجدين فيها اليوم من تاريخ 1/8 لتاريخ 31/8. تتكون من عدة أقسام، منها الألعاب، منها المسرح، الألعاب الفيديو، الألعاب التفاعلية مع الأطفال، العروض الترفيهية. مهرجان الصيف أيضا يتضمن مهرجان التسوق اللي هي بيكون في عدد من المجمعات التجارية، بيكون فيها سحوبات في نهاية كل أسبوع. راح يكون خلال مهرجان التسوق السحوبات في نهاية كل أسبوع مبالغ مادية وسيارات جاكوار، إجمالي قيمة الجوائز هي 2 مليون ريال، بالإضافة إلى عمل تنزيلات وأسعار خاصة من المجمعات المشاركة معنا. طبعا ندعو الجميع من المواطنين والمقيمين ودول مجلس التعاون بشكل خاص لحضور المهرجان، وإن شاء الله راح يستنسون. أول يوم يعني جينا وما شاء الله يعني ممتازة، يعني أهني المنظمين بهذا الاختيار المناسب لأنه جاء في وقته يعني، ونشوف يعني من دول الخليج جايين يعني ممتازة يعني. أنا جيت هنا مع أبوي عشان افتتاح مهرجان قطر الصيفي، وأشكر الهيئة العامة للسياحة. لعبت أنا الكرة اللي فيها ماي، ولعبنا القطار، و لعبنا بعد اللعبة اللي تدور، وبس هذا اللي لعبته لحد الحين. لعبت القطار، لعبت السيارات،
لعبت الكرة الدائرية اللي دخلها الماء. الله يحفظ عيالنا، وأكيد قطر الآن مليانة بالفعاليات، كل ما عليكم أنكم فعلا تودون عيالكم يلعبون يستانسون وأنتم تستانسون معهم. مشاهدينا وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لليوم من الصباح رباح، يشرفنا تواصلكم معنا على مواقعنا المختلفة الظاهرة أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة على خير في مواضيع جديدة وضيوف جدد وفقرات متنوعة، نتمنى أنكم فعلا تستانسون معنا وأيضا تروحون أكيد الفعاليات. مع السلامة.